هيئة تنفيذية أو رؤساء لجان أو مندوبين على العمل في جو أخوي، رغم بعض المشاكل التي استطعنا أن نتجاوزها بين الحين والآخر. كما أشكر من هذا المنبر جميع السلطات المحلية والعسكرية والأمنية وعلى رأسها السيد والي ولاية المسيلة على مرافقته الدائمة والمستمرة لي ولزملائي وفتح أبوابهم لنا. أيها الجمع الطيب الكريم، اللهم أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتهجمني أو عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. من أن ينزل به غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الجمع الطيب الكريم، يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. قال أحد السلف الصالح: يا أخي، إن ذكرتني أدعو لي، وإن ذكرتك أدعو لك، فإذا لم نلتقي فكأنما قد التقينا، فذاك أروع اللقاء. أيها الجمع الكريم الطيب، أكثر الناس يقولون ما لا يفعلون، ويبتسمون لمن لا يودون، ويصادقون من لا يأتمنون، ويخضعون لمن لا يحترمون، ويقتتنون ما لا يحتاجون، ويدخرون ما لا يستمعون، ويبخلون بما يملكون، ويجودون بما لا يملكون، ويحبون ما به يتضررون، ويكرهون ما منهم ينتفعون، وينفقون أعمارهم فيما لا يستفيدون. أيها الجمع الطيب الكريم، لا يحزنك ما ترى من تنكر أكثر الناس للقيم العليا، وأكثر الأصدقاء لحقوق الأخوة، وأكثر الدعاة لواجبات الداعية، وأكثر المتدينين لآداب الدين، وأكثر الواضعين لإخلاص النية، وأكثر العلماء لأخلاق السلف، وأكثر المتعاملون لخلق الأمانة، وأكثر المتجاورين لخلق التسامح، وأكثر المتخاصمين لخلق الإنصاف. لا يحزنك هذا وأشباهه، فتلك هي الحياة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أيها الجمع الطيب الكريم، أصعب شيء على النفس ما خالف هواها، وأصعب شيء على الهوى ما كبح جماحها، وأصعب شيء على العقل ما خالف حكمه، وأصعب شيء على العالم أن يرى للجهل سلطانا، وأصعب شيء على المتدين أن يرى للملحدين نفوذا، وأصعب شيء على المصالح أن يرى للفساد دولة، وأصعب شيء على الحكيم أن يرى للحمق صولة، وأصعب شيء على الكريم أن تضيق يده على البذل، وأصعب شيء على الشيم أن يحال بينه وبين فعل المعروف، وأصعب شيء على الظريف أن يضطر إلى معاشرة الثقيل، وأصعب شيء على الذكي الأديب أن يسجن مع الجاهل البليد، وأصعب شيء على النشيط الحادي المزاج أن يسافر مع البارد البطيء الحركة. ما دام يستمر الفاسدون والانتهازيون والمنافقين، من الصعب الحديث عن الأمل والتغيير. وحتى لا نكون مثاليين، فإن السياسة عموما بطبيعتها تتحمل المناورة والكذب أحيانا والإزدواجية، لكن الموضوع عندنا زائد وكثير وتخطى كل المسموح به محليا. وكأنك يا الشهيد لا رحت ولا ثرت ولا جيت، ولا نقصد عودة فلول من هنا وهناك، فطبيعي أننا لا نمسك للناس مقصلة أو نحاكم النوايا، لكن الحقيقة أن هناك فاسدين بإجماع الآراء، وانتهازيين باتفاق الأدلة، يتسللون ويقدمون أنفسهم في ثياب الناصحين، بل إن بعضهم أصبح يقدم نظريات في السياسة
ويطالب بالتطهير والمكاشفة، بينما أول مكاشفة تعني أن يحاكم في حال فوز هؤلاء ووصول إلى مناصب تنفيذية وتشريعية، يعني أن فيروس الفساد يسكن القلب وأنه ما فيش فائدة. في عالم السياسة من الصعب أن تعثر على سياسي يقول الحقيقة إلا لو كان سابقا. ستجد الوزير أو المسؤول أو الفاسد يتحدث مثل ملاك بأجنحة وينتقد الفساد ويقدم رؤية عميقة للمشكلات وحلول عبقرية، بينما وهو في موقع المسؤولية يكون بليدا وعاجزا وربما متورطا كل ما ينقذه من مغادرة مناصبه. وطبيعة السياسة أن ما هو مطروح في العلن من كلمات ضخمة وحديث عن المبادئ والقيم العليا شيء، وما هو واقع وحادث من هذا الزعيم أو فذاك أمر آخر. لن تجد فاسدا يبرر الفساد ولا لصا يجادل في كون السرقة أمرا مستهجنا ولا انتهازيا يمدح الانتهازية، بل أن الفاسدين والمنافقين هم أكثر قدرة أحيانا على انتقاد الفساد والدعوة للتطهير. لماذا نقول هذا؟ بمناسبة عدد من محترفي الفساد في كل العصور وهم يتحدثون عن الطهارة والشرف ولديهم نظريات في الحديث عن الفساد والدعوة لمواجهته كأنهم من كبار رجالات أجهزة الرقابة. واحذر الفاسد الذي يتحدث كثيرا عن مواجهة الفساد وكثيرا من معارك نراها اليوم على الشاشات أو مواقع التواصل، ظاهرها الحرص على الوطن وباطنها المنافسة للبحث عن مكان بجوار المسؤول. وهناك منافقون عابرون لكل الأنظمة يمتلكون قدرات على البقاء والفوز، والعيب ليس عيبهم لكن عيب النظام السياسي والاجتماعي الذي ما زال يسمح لهؤلاء الفاسدين بالفوز والوصول إلى مواقد التنفيذ والتشريع. عندها سوف يتأكد الناس أن الحديث عن التغيير هو مجرد الكلام للاستهلاك السياسي. لا يكفي أن نتحدث عن مواجهة الفساد، بل الأهم هو اختراع كل القوانين التي تمنع الفساد من الحصول على هدايا التغيير. إن الشيء الوحيد الذي يجب أن يظهر في نهاية عام 2018 هو النية الخالصة والصادقة. أيها الجمع الطيب الكريم، ها نحن اليوم نلتقي من أجل أن نطرح أمامكم البرنامج الذي تم تجسيده منذ تنصيب المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة منذ 29 نوفمبر 2017 إلى غاية يومنا هذا بلغة الأرقام وبعد مرور العام. وأنا هنا أمثل المجلس بكل سلبياته وإيجابياته، وأتحمل المسؤولية أمامكم بكل روح وصفاء للقلب، كما قال رسول البشرية عليه أفضل صلوات الله: الاختلاف رحمة. يتشكل المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة من الحساسيات التالية: جبهة التحرير الوطني 12 مقعد، التجمع الوطني الديمقراطي 11 مقعد، حركة مجتمع السلم 6 مقاعد، حزب المستقبل 4 مقاعد. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة أخوكم بشير إبراهيم، النواب نائب رئيس مكلف بالإدارة والمالية سالمي عبد الوهاب، نائب رئيس مكلف بالتعمير والبناء فرج الله فواز، نائب رئيس مكلف بالفلاحة والصيد مزعاش حمزة، نائب رئيس مكلف بالحظيرة والبيئة سعادة الحسين، نائب رئيس مكلف بالشبيبة والرياضة والثقافة دين مسلمان، نائب رئيس مكلف بالشؤون الاجتماعية يعني بريضة، رؤساء لجان: رئيس لجنة مكلف بالإدارة والمالية أبو داود عيسى، رئيس لجنة مكلف بالتعمير والبناء شيكوش مصطفى، رئيس لجنة مكلف بالفلاحة والصيد رجم توفيق، رئيس لجنة مكلف بالحظيرة والبيئة دوغة سعيد، رئيس لجنة مكلف بالشبيبة والرياضة والثقافة الأزرق الميلود، رئيس لجنة مكلف بالشؤون الاجتماعية مزرق، المندوبين شعلان حليمة ملحقة 150، بختي ربيعة ملحقة 270، العيد حياة ملحقة وسط المدينة، بورزق رضوان ملحقة جعفرة، جرار داليندا ملحقة القطب، شادي غنية ملحقة 5 جويلية، بشير عبلة ملحقة 166 مسكن، بودري محمد ملحقة بوخميسة، بن يونس نجية ملحقة شبيلية، مجاهد عبد الكريم ملحقة مزرير، قارة نعيمة ملحقة غزال. هناك المحامين المتعاقدين مع البلدية: هلالي كمال، مرزوقي حكيمة،
زغبة انتصار، خميسة فاتحة، عقريب شافية، فرحتي عبد المجيد. الإدارة الكاتب العام بنية البشير، رئيس مصلحة الأسلاك المشتركة تواتي النواري، رئيس مصلحة المنازعات نويري عبد الحفيظ، المنتدب الشؤون الاجتماعية بوقرة عبد الرزاق، رئيس مصلحة التنظيم بختي سليمان، رئيس مكتب التنظيم لبازة سميرة، مسؤول البطاقات الرمادية زريق إبراهيم، مسؤول بطاقة التعريف الوطني مزعاش كاميليا، مسؤول رخص السياقة عمرون عبد الفتاح، مسؤول جواز السفر عمرون، مسؤول فرع المؤسسات المصنفة عايب أمين، مسؤول الأرشيف حواج فوزية، مسؤول مكتب الانتخابات العجال موسى، مكتب تسيير الفروع بوسعد حنان. بالنسبة للملحقات جعدي زينب مسؤولة فرع الشبيلية، لعلى العابد مسؤول فرع 166 مسكن، طيبي حمد مسؤول فرع مزرير، مزعاش عمار مسؤول فرع غزال، ولهي عمار مسؤول فرع الجعافرة، نجاز مراد مسؤول فرع 5 جويلية، سمان عبد الرحمن مسؤول فرع القطب، سليم محمد مسؤول فرع بوخبيسة، نويوة مسؤول فرع مدينة وسط المدينة، ميمون بشير مسؤول فرع 150 مسكن، قارب قاسم مسؤول فرع 270. مدير الإدارة والمالية، مدير الإدارة والمالية مرنيز عبد الحليم، رئيس مصلحة الميزانية زيدان بلال، رئيس مصلحة الممتلكات بالتومي عبد الكريم، رئيس مصلحة الموظفين قريش إسماعيل. مدير الحظيرة والصيانة، مدير الحظيرة بالقبي جعفر، رئيس مصلحة الوقاية جرار عباس، رئيس مصلحة النظافة والمساحة الخضراء هلالي زكريا، رئيس مصلحة الحظيرة مسقم جمال، مسؤول المخزن بن يونس ياسين، مسؤول فرع النظافة مطرف إبراهيم، مسؤول فرع المساحات الخضراء جبلاحي محمد، مسؤول الإنارة دخوش أسامة، مسؤول الترميمات والصيانة والدهن معروف مراد، مسؤول الحراس دهيمي حسان، تعداد المستخدمين التأطير 54 موظف، التحكيم 114، التنفيذ 886، كان الانتداب 1، الاستيداع 4، العطل المرضية طويلة المدى 15. بالنسبة للقاءنا اليوم سينطلق السيد الكاتب العام بتقديم عرض بخصوص بلدية المسيلة، ومن بعد يليه مدير الحظيرة والصيانة، ومن بعد مدير الإدارة، مدير التنظيم والشؤون الاجتماعية، مدير الإدارة والمالية، المديرية التقنية، ثم كاين قصاصات راح تقدم للجمع الحاضر. بالنسبة اللي عينه يتدخل يكتب اسمه ولا حاجة يتقدم لهنا بهل الأمور بعد نهاية الحصيلة. الحصيلة اللي راح نقدموها هي في إطار التنمية العامة لبلدية تمسيلة من 29 نوفمبر إلى غاية يومنا هذا، أي مرور عام، وحنا نتقبلوا الانتقادات تاعكم توجيهاتكم كذا. السادة المنتخبين راهو معنا لهنا، وإن شاء الله نصبوا لهذا العمل يكون سنة حميدة في مدينة تمسيلة، ما يكونش كل عام يكون كل سداسي ولا حاجة نتلاقاو. نعتذر الإخوة الواقفين، هذا حال البلدية المقر تاعنا، هذا يعني الكراسة رزقناها في بعضنا باه تقدروا تقعدوا. إن شاء الله كاين المشروع لا يجسد لهنا فيها قاعة في بلدية تمسيلة تهز 400 واحد، إن شاء الله بإذن الله تكون ارتياحية، تكون مستقبل في السداسي تاع 2019 بإذن الله. نتلاقاو في أمور أحسن من هذا، في وضع أحسن من هذا بإذن الله. ستكونون أنتم السند، أنتم عزوتنا، لأن بلا بكم بالنسبة للماء نهضر 33 أعضاء المجلس الشعبي البلدي نكونوا ضعاف، هذه حقيقة، لأننا إحنا منتخبين من طرفكم في الحساسيات اللي أشرت إليها سابقا كل واحد وكذا، وإنما إحنا في المجلس الشعبي البلدي نحينا الغطاءات السياسية رانا نخدموا فيكم. بالنسبة إن شاء الله راح يمروا الإخوان كل شخص يقدم التقرير، اللي عنده انتقادات ولا توجيهات ولا أمور بعد نخلصوا التقارير بإذن الله راح نجاوبوا عليكم في شفافية في ديمقراطية، ما عندنا حتى مشكلة. هذا في إطار التوجيهات الأخرى تاع الحكومة اللي يقول لك لازم تشارك المجتمع المدني وجميع الحساسيات تاعه والأطياف تاعه. الأمور البادرة الأولى هي بلدية تمسيلة على مستوى وطني، احنا بدينا بالعملية وإن شاء الله راح تتكرر كل سداسي الأمور هذه. أشكركم مرة أخرى على استماعكم وانسياعكم، بارك الله فيكم.
Come.